السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم محمد تحسين من قناه سرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ والله العظيم وحشيني جدا. انا بقالي كتير قوي ما طلعتش فيديو كده يعني ايه وش الوش كده، لان انا ايه كنت على طول بتكلم عن الساعات في الفيديوهات اللي فاتت، فكان على طول تلاقي ايديا، وكنت بتكلم كمان على الاكسل، برنامج الاكسل، فكنت على طول تلاقي حاجات على الكمبيوتر. المهم انتوا والله وحشيني جدا، وحشني كمان الوقفه كده يعني ايه وش اتكلم معاكم. المهم احنا النهارده هنتكلم عن السعرات الحراريه، بما ان الواحد خس شويه فحب ان هو يعني يدور شويه عن الموضوع ده، حب ان هو يطلع لكم بالخلاصه بمعنى اصح. السعرات الحراريه يا جماعه، السعر الحراري ده دي حاجه كده في الكيمياء، في الكيمياء الكيميكال بنستخدمها في جسمنا، اللي هي درجه حراره لازمه لرفع جرام واحد من الميه درجه سلزيه اعلى. يعني ايه بنسخن الميه درجه سلزيه اعلى؟ دي كال. كال دي اللي هي سي اي ال، دي بتبقى وحده صغيره قوي قوي يا جماعه، ما بتبقاش بنستخدمها قوي. يعني احنا بنستخدم بقى بالكيلو كالوري اللي هي كي سي ال او كي كال. الكيلو كالوري دي بالالف، كيلو يعني الف، اللي هي درجه حراره لازمه لرفع 1000 جرام من الميه درجه حراره اعلى منها. كل حاجه بضربها دي كده كيمياء. طب احنا عايزين بقى نستخدمها على ارض الواقع. انا بس عرفتك بس ايه زي معلومه عن السعرات الحراريه، ايه بقى اللي احنا نقدر نستخدمه عشان نحافظ على جسمنا، واللي احنا نعرف ازاي نحسب السعرات الحراريه. على فكره الموضوع انا كنت شايفه في البدايه كان رخم، وفعلا كان رخم، لكن بعد كده والله يا جماعه لما تتعودوا على الموضوع انت هتلاقي يعني عقلك ده بقى عباره عن كالكليتور لوحده، بقى عباره عن اللي هو ايه، بقيت احسب كل حاجه كده لوحدي، بقيت مش محتاج ان انا ايه يعني استخدم وادور واعمل كده. انت بس بتبقى في البدايات، وبعد كده بعد كده انت بتجري لوحدك. احنا الاكل يا جماعه اللي احنا بناكله ده بيدينا طاقه. الطاقه دي بتبقى في عناصر الاكل. العناصر الغذائيه اللي في الاكل بتتكون من حاجتين، حاجه اسمها مايكرو نيوترينز اللي هي الحاجات التغذيه البسيطه جدا زي الاملاح والفيتامينات. الاملاح والفيتامينات دي بتبقى برضو بسيطه، يعني ايه ما بتديناش سعرات حراريه كبيره. اما اللي بيدينا سعرات حراريه ضخمه قوي اللي هي المايكرو نيوترينز. مايكرو نيوترينز اللي هي المايكرو نيوترينز دي ايه؟ الدهون، البروتينات، الكربوهيدرات. طبعا الكربوهيدرات اللي هي النشويات يا جماعه، الكربوهيدرات اللي هي النشويات. طبعا ده الغرض بقى من الفيديو ده، ان انت ازاي تستخدم، ان ازاي تحسب المايكرو نيوترينز. المايكرو نيوترينز دي اللي هي الدهون والكربوهيدرات والبروتينات، دي حاجه انا اديكم كده زي جايد لاين كده تقدر تستخدمها. الجرام واحد من الدهون بيساوي 9 سعر حراري او 9 كالوري، 9 كال بالسي اي ال مش كي، 9 كال. البروتينات والكربوهيدرات بيساوي 4 سعر حراري او الاربعة كال. فانت انا بس حبيت اقول لك ان الدهون لو انت عايز تعرف الموضوع ده ايه، انت حاول لو انت عايز بقى تستخدم ان ازاي تعرف تحسب سعرات الحراريه، تحسب اكلك. صدقوني والله يا جماعه انا كنت تخين شويتين، كنت حوالي 97 كيلو ولا 96 كيلو، وخسيت لل 80، ودلوقتي عملت لين بودي ماس اللي انا دلوقتي عملت عضلات شويه وخسيت شويه وبقيت الحمد لله الدنيا مظبوطه شويه. كل ده اللي انا اتعلمت تغذيه صح، وان انا بقيت احسب السعرات الحراريه صح. اغلبيه الراجل البالغ اللي هو بيبقى يعني بيبقى المتوسط بتاع الانسان بيبقى 2500 سعر حراري، ده الراجل. اما الانثى بتبقى حوالي 2000 سعر حراري. طبعا الكلام ده كله بيختلف، طبعا لو انت مثلا واحد طويل، واحد كبير في السن، الوزن، الطول، العمر، التاريخ المرضي، لو انت مثلا عندك لا قدر الله تاريخ مرضي مثلا من العيله او حاجه زي كده، تاثير الغدد، حاجات زي كده. لكن احنا بنتكلم عن الانسان المتوسط العادي جدا نورمال بيبقى في حدود ال 2500 كالوري، والتاني والانثى بيبقى في حوالي موضوع 2000 كالوري. انا قصدي يا جماعه الكالوري، لما انا بتكلم عن الكالوري اللي هو كي كال 2000 كي كالوري، بس انا طبعا مش هقول كي كالوري، فاحنا بنقول كالوريز على طول، 2000 سعره حراريه او 2500 سعره حراريه. بس احنا بنتكلم السي اي ال هي بتبقى الكي سي اي ال اللي احنا بنيجي نتكلم 2000 كالوري اللي هو قصدنا 2000 كي اي سي كي كالوري. تمام اوكي. بس يا جماعه ده اللي بقدر اقوله لك، ان انت تقدر تستخدم تقدر بقى يعني ايه، لو انت مثلا عايز تتكلم عن السعرات الحراريه ممكن تكتب على جوجل. احنا مثلا عايزين نكتب كالوريز كالكوليتر مثلا، عايز تعرف في 500,000 صور على اليوتيوب، وقصدي على الجوجل. لو دخلت تقول مثلا عايز بس احسب مثلا السعرات الحراريه بتاعت مثلا جرام 100 جرام مثلا لحمه، مثلا الكشري، مثلا الفول، وهكذا. لو انت ابتديت تحسب ده وهبتديت تحسبها كده في دماغك، لو انت وكمان بتاكل الموضوع ديلي معاك، الموضوع ده هيبقى كويس قوي. اللي انت بعد كده في يعني في اللونج ران انت هتنسى بقى الكالكوليتور دي، وهتنسى الاله الحاسبه دي خالص، وهتبتدي انت دماغك تشتغل.
يعني انت مثلا ايه هتقول ايه؟ لا انا اصحى الصبح اكل مثلا 100 جرام فول ما اعرفش ايه. لو انت بقى عايز بقى تظبط الدنيا قوي فلازم تستخدم حاجات مناسبه للحاجات للاكل ده. يعني مثلا تكون مثلا معاك معالق زي الاسكوبات اللي بتتباع اللي بتتحط في البروتين. لو حد منكم مثلا اشترى بروتين لو بيروح الجيم ولا حاجه او بيشرب البروتين عادي هتلاقي فيه سكوب كده. سكوب دي بتبقى عباره عن كوبايه كده يقول لك ايه خد منها جرعتين هتديك مثلا 30 جرام ما اعرفش ايه وهكذا. هو ده لازم عندك مثلا معالق بسيطه. لازم عندك بص حاجه كده لازم ان شاء الله اعمل فيديو عن الموضوع ده. لازم عندك ميزان المطبخ اهم من ميزان جسمك نفسه. لازم تجيب ميزان مطبخ لازم لازم لازم. الموضوع ده يفرق كتير قوي. لو انت عايز مثلا ايه تضخم تنشف لو انت عايز تضخم يعني الناس اللي لسه اول مره تتفرج عليها تضخم دي اللي هو عايز تبني عضلات تنشف اللي هو جسمك ينزل الميه اللي فيه والدهون والكلام ده المهم الميزان ده لازم تحتاجه عشان ده تظبط بحالك. اما لو انت انسان بسيط جدا المهم انك تبقى عارف ان ده 100 جرام لو زاد 120 مش هتبقى فرق قوي عشان انت مش ماشي على بلان معينه ومش ماشي مثلا على خطه معينه انك لازم تروح داخل مثلا مستر اولمبيا او مثلا داخل مسابقه ميس ايجيبت. لا 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 خالص. لو انت انسان عادي حاول بس تبص على المقاييس. صدقني لو سبتها على البحر ومبحبحها كده الموضوع هيبقى وحش قوي. بس فانا حبيت بس اقول لكم خبرتي البسيطه جدا 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 لاقل ما يمكن ان انتوا تعرفوا على الاقل على الاقل تشغلوا دماغكم في حته الاكل. مش اي اكل يتاكل مش اي اكل يتاكل. يعني مثلا حاجه بسيطه جدا من ضمن الحاجات المستفزه جدا انت ممكن تقابلها وتبقى رزله جدا بالنسبه لك حاجه مثلا زي البونبوني. البونبون اللي هو الحاجات اللي بتبقى بتتباع زي اللي انت بتاخده وتقعد تمص فيه ده ايه لازمته في الحياه؟ غنوه مسكر وبيديك سعرات حراريه كتير قوي وفي الاخر ما بيديكش فايده. يعني قول لي ايه الفايده اللي فيه؟ سكريات سكريات كتير كتير كتير. فمن الافضل انك حاول بس تشغل الدماغ شويه عشان لما تشغلها بسيط هتحافظ على جسمك مش هتزيد بس على الاقل تحافظ على جسمك وتقل. فانت حاول تستخدم حاجه. شكرا جدا ليكم يا جماعه. صح بدايه يعني بدايه يعني انا نسيت خالص انا بدايه يعني ده انا خلاص ده الفيديو هيتقفل عشان متعود على طول على السكريبت ده. بعزمكم يا جماعه اكتر من 80% من اللي بيتفرجوا عليا في اليوتيوب ما بيشتركوش على القناه. فاتمنى حضرتك تنزل تحت كده وتشترك تضغط لايك وتضغط لايك للفيديو لو الفيديو عجبك طبعا. لو ما عجبكش اقفل وامشي وتعمل اشتراك للقناه. احنا مش بنتكلم عن التخسيس بس احنا بنتكلم عن الساعات الساعات الايد. احنا بنتكلم عن حاجات كتير قوي في الساعات. انا فتحت مجال كبير قوي في الساعات. بنتكلم عن التخسيس بنتكلم عن الرياضه بنتكلم عن البرامج بنتكلم عن كذا حاجه اللي بيطلع قدامي بصراحه بقوله. فشكرا جدا ليكم يا جماعه. وما تنساش طبعا تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه. وكان معكم محمد تحسين من قناة الشاشة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.